ليلة العيد وتحضر معانا جزء في القداسي. كويس جدا جدا جدا. بالنسبة بقى للسنة دي طبعا في ظل الأحداث اللي موجودة وشبه الحداد العام ده اللي موجود في العالم كله على أحداث غزة والضحايا وما إلى ذلك، شايفينها إزاي هنا؟ الحقيقة يبقى يعني احتفالنا بالعيد يبقى قاصر على الصلاة فقط، مشاركة طبعا للأحداث اللي كلنا فعلا يعني متأثرين بها فعلا. فيبقى احتفالنا بالعيد هو قاصر على الصلوات فقط، ما فيش أي مظاهر تانية للاحتفالات، يعني تأثرا باللي بيحصل في غزة طبعا والمآسي اللي فيها. يعني الدعوات الخاصة بالسلام طبعا والمبادرة. مش بننسى طبعا ان احنا نصلي من اجل العالم كله، وبنصلي من اجل كل الاماكن اللي فيها اضطرابات وفيها مشاكل وفيها حروب، وخاصه السنه دي طبعا الاحداث اللي حاصله في غزه. طبعا نصلي ان ربنا يوجد السلام في كل مكان. يعني دايما دعوة مباركة مصر والصلاة لمصر دايما موجودة، بتبقى ازاي هنا؟ طبعا مصر دي بلدنا اللي احنا بنحبها. مصر دي يعني زي ما قال قداسة البابا المتنيح البابا شنودة السادس، ده وطن يعيش جوانا مش وطن بنعيش فيه. فطبعا في كل صلواتنا بنذكر كل جزء في أرض مصر. يعني عظيم. الآية اللي بتقول مبارك شعبي مصر ترجمتها إيه؟ مبارك شعبي مصر دي آية جات في سفر أشعياء النبي في العهد القديم. أشعياء النبي ده يعني من أنبياء العهد القديم عندنا، عاش قبل ميلاد السيد المسيح بحوالي 750 سنة في القرن الثامن قبل الميلاد، وقال الآية دي مبارك شعب مصر، على أساس إن السيد المسيح هيجي في المستقبل ويعيش فترة في مصر ويبارك مصر ويبارك كل شعب في مصر. هل النبوة دي تجسدت هنا وتحققت هنا في دير المحرق؟ ما في شك ان هي كانت نبوة عن مباركة مصر كلها، ولكن تنطبق يعني حرفيا فعلا على الآية الثانية اللي بتقول فيها للرب مسبح في وسط أرض مصر وعمود للرب عند القيام. الآية دي جت في سفر أشعياء برضو صح 19 عدد 19، قالها في وقت ما كانش فيه مسبح غير في الهيكل في أورشليم في القدس. فإزاي بيقول مسبح في وسط أرض مصر؟